قوات الاحتلال من المنزل بعد تفجيره بعشرات الصواريخ. هذا هو الحال، سنحاول الدخول إلى المنزل. هذا هو حال المنزل، تم تفجيره بالكامل. وصلت طواقم الدفاع المدني وطواقم الهلال الأحمر للعمل على البحث عن شهداء وجرحى داخل هذا المنزل. هنا في الداخل يجري العمل على البحث عن لربما شهداء أو جرحى تحت الركام. حقيقة الوضع صعب، شاهدنا والدة أحد الشبان تبحث عن أبنائها. وهنا بدأت طواقم الدفاع المدني بالعمل على إطفاء المنزل المحترق بشكل كامل. يعني هنا نشاهد الدمار الكبير، حجم الدمار الذي أحدثته صواريخ الاحتلال. أكثر من 20 صاروخ استهدفت بها قوات الاحتلال المنزل على مدار الساعات الماضية. إذا معنا أحد أفراد طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني التي وصلت مباشرة فور انسحاب قوات الاحتلال من الموقع. يعني صف لنا المشهد في الداخل. فتنا على المكان بعد ما انسحبوا الجيش، طبعا عبارة عن حريق في المكان، كل شيء محروق، في الشيات شبكة، في شوية آثار لدم موجود جوا بمنطقة الحمام. غير هيك ما لقيناش أي شيء، الشباب بعدها فوق بتدور، يعطيهم العافية تحت الطمم اللي موجود، وإن شاء الله خير. هذا اللي موجود هناك يعني مفقودين أو ناس مصيرهم مجهور، كم عددهم؟ يعني اللي بخرف عنهم الأهالي هون 2 بس، لسه مش عارفين التأكيد، يعني مش ماخدين تأكيد بالموضوع هذا، بس فوق في الشيء شيء. دعوات من الطواقم الدفاع المدني بإخلاء المواطنين للمنزل والموقع بشكل عام، خوفا من انفجار أنبوبة غاز مشتعلة داخل المنزل. طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر بدأت العمل على إطفاء الحرائق. شباب أي مدني يطلع لبرا.